بما انه مش الكل ما حضرش محاضرتي قبل، بس بدي اعطي 5 دقائق تعريف عن المشروع وشركه اسري وشركه الراعي الصالح. الكل قدامه هذه الورقه، لانه هذه الورقه فيها لينكس مهمه للمشروع وكيف بيقدر الواحد يطلع الديفلوبر سايت او من ان حدا ما عنده الورقه هذه. هاي في عندنا اوكي. المشروع تبعنا هو سيتي لينكس مع اي سي ام اي واليو اس اي. شركه اسري هي نحن شركة الراعي الصالح في بيت جانا، وكلاء شركة اسري، أكبر شركة للجي اي اس في العالم. شركة اسري موجودة في كاليفورنيا، وفي عندهم تقريبا 7500 موظف، وأغلبيتهم ديفلوبرز للجي اي اس. سنة 1969 قبل تقريبا 50 سنة انشئ الجي اي اس في اسري وتطور. هلا فلسطين اغلبيتها الجي اي اس من شركة اسري. اوكي، هلا نحن ايش الجي اي اس؟ الجي اي اس بالاخير هو مابينج لوكيشن. يعني انا موجود في اكس واي، انا موجود على الارض، وين موقعي؟ الموقع اللي انا موجود فيه. جيوغرافي ماترز. الاغلبيه ما كانش يحط الجغرافيا في المدرسه. اليوم الجغرافيا موجوده على كل سمارت فون، موجوده على كل في كل مكان، واي واحد بيقدر يلقطك وين ما انت موجود، لانه في لوكيشن. وهذه مين اغلبيه الناس كانوا يستعملوا اللوكيشن؟ الجغرافيين والبلديات والوزارات يستعمل اللوكيشن. اليوم الكل بيستعمل اللوكيشن لانه في عندنا سمارت فونز، والكل صار يقول لك بدي جوجل مابس، بدي اعرف وين انا موجود. سيري تيك مي تو وين؟ تيك مي تو كنافه النابلس. طوالي بقول اوكي. فهون في عندك الابس. ليش عملنا بنسوي ديفلوبمنت عليها والجي اي اس؟ لانه في عندنا انكريسز ان كوميونيكيشنز وكولابوريشن اللي هي التواصل والتواصل الاجتماعي، وهذا اللي نحن بدنا نوصله في المشروع تبعنا، انه يكون في تواصل بين البلديه، بين المواطن، وبين السوفت وير تبعه، وبين اوكي. شركه الراعي الصالح نحن من الاوائل في فلسطين في الخرائط والمابينج والجي اي اس، واعطينا عدة بلديات عندهم الابلكيشنز اللي نحن طورناها خلال السنوات الماضية. اوكي، بالنهاية نحن بدنا نبني building a community. خلينا نقول building a GIS community. سئلت سؤال، هل انتم رايحين تشاركوا في الكومبيتيشن هون؟ ايش راح اجاوب؟ نحن وي ار بيلدينج كوميونتي، نحن وي ار يور بارتنرز. يمكن نحن نسوي بالجي اي اس شيء وانتم بتسووا غير شيء. هون في بارتنرشيب، وي ار بيلدينج كوميونتي. نحن بنسوي شيء وانتم بتسووا غير شيء. انا الابلكيشن تبعك بتساعد الابلكيشن تبعي، وانا بساعد البلديه والبلديه بتساعد الحكومه. اتس رولينج بول. 2002 جي اي اس كبير وهيو شغال اليوم، وبيعرف وين كل مشاريعه موجوده. السنه الماضيه سوينا 7 بلديات دخلنا فيهم بالجي اي اس، دخلناهم بالجي اي اس انتربرايز جي اي اس يشتغلوا فيه مع السي اتش اف، الجلوبال كوميونيتيز. اليوم اشتغلنا بهذه الاشياء. يمكن انتم هلا مبتدئين في الجي اي اس او ما سمعتوش عن مشاريع الجي اي اس الا بواسطه المشروع هذا، بس وي ونت تو بي بارتنرز، انه نحن نخلق كمان غير عن شركه الراعي الصالح ناس يساعدوا في الابلكيشنز في البلد.
نشرطت لكل البلد، البلد بدها تتخطى كمان في younger generations. الاشياء الشركات اللي احنا من ESRI اوتوديسك اوتوكاد تريب هي للجي بي اس سيستمز، كمان اتش بي وديتم هدول الاشياء. وفي عندنا شيء نحن سويناه ابلكيشن اللي هو باي برودكت من الجي اي اس اي او بالستاين النافيجيشن تبع فلسطين. النافيجيشن في تقريبا خمس شركات في العالم عندهم الانجن تبع النافيجيشن وهم محتكرينها في العالم. فهون سوينا نافيجيشن اسمه اي او فلسطين وراح يتصور في جوال من الاسبوع الجاي ان شاء الله. اوكي، نحن اوثرايز تريننج سنتر للجي اي اس وبنساعدكم بالها. طيب ان بدكم تدخلوا على www.palma.org تقدر تدخل بس على هذا. في عندنا هذا السيرفيس موجود لفلسطين، يعني هذا موقع، هاي جي اي اس سيرفر، تقدر تسوي زومين فرضا على نابلس او على رام الله او شيء. هذا الجي اي اس هلا احنا في المشروع هذا رايحين نسوي سيرفيس زي هيك، نحط زي ما قال محمود الاستاذ محمود المتطلبات اللي انتم بدكم اياها، مش راح نحط اكثر من لازم لانه في عندك هون سكيورتي وفي هذا. المتطلبات البيسك اللي بدكم اياها لتساعدكم في البرمجيه، والبلديه هي اللي بتعطينا اياها، وبكون في لينك على الاي سي ام اي انه كيف تقدر تدخل هنا وتصير تسوي تسليك وديفلوبمنت على هذا السيرفيس. ونحن نسوي ديفلوبمنت على هذا السيرفيس، طلعوا في عندنا عده، بيقدر الواحد يحط اي معلومه على الار جي اي اس سيرفر هذا. فبما انه مش موجوده في بلديه نابلس الار جي اي اس سيرفر سوفت وير موجود عندنا، فمن المفضل انه ينحط بنحط البايلوت على السيرفر تبعنا وبيقدر اي واحد يدخل عليها، بس الريجستر بيبول اللي هم اللي مسويين ريجستريشن على الاي سي ام اي والداخلين في المشروع مش رايحين نقدر نحط. اجاني واحد مش مشترك معنا بالمسابقه وبده معلومات عن الجبايه في نابلس، مش راح احط له اياها، مش راح نجاوبه يعني حتى هذا. بس اي واحد موجود هنا بالتنسيق مع بلديه نابلس ايش هم بيعطونا بنحط لكم اياه. اوكي، بعد ما هم يقرروا ايش. فهذه الاشياء اوكي كملنا على هذا. هلا فبكون عندك سيرفيس. طيب نكست، هذه الاستراكشر اللي احنا موجودين فيها اليو اس اي والاي سي ام اي سيتي لينكس مع الاس في وجي اس اي. نحن اكثر في التكنيكال بارت، نحن رايحين نساعدكم في التكنيكال بارت. اوكي، هلا شو في عندكم الورقه هذه، انتم تدخلوا السوفت وير راح يحكي عنه. مين سمع في الديفلوبرز اوف ESRI قبل ما تيجوا لهون؟ في حدا؟ الكل ما سمع، ايش جديد؟ في سمع معنا، في هاي واحد سمع، ممتاز. هلا الكل صار يسمع في اكسبوتيك؟ ممتاز، ايوه فاضل مضبوط ممتاز. يعني هلا الكل صار يسمع عنه ESRI، الكل بيحكي عن اوبن سورس. واول شيء بقوله ESRI زي مايكروسوفت از كلوزد بلاتفورم. ESRI از نوت كلوزد بلاتفورم، ام سوري تو سي. ESRI في عندهم ار جي اس ديفلوبر بلاتفورم ويتش از اوبن سورس. يعني تقريبا تقدر تسوي، هلا كارلوس راح يورجيكم كل التكنيكال كيف تقدر تدخل على الديفلوبرز وتقدر تستخدم البلاتفورم تبع ESRI. مهم لانه اغلب في اشياء في استخدام الجي اي اس، اول شيء في المورد وثاني شيء في المستخدم. ففي مين المستخدم في فلسطين؟ البلديه والحكومه فرضا والبرايفت سيكتور والان جي اوز.
شو في عندهم برامج؟ 99% اسري. فلذلك it's a good idea انه نقدر نسوي development على هذه البلاتفورم. البلاتفورم مسكر؟ لا مش مسكر. جزء منه مسكر ولكن جزء للديفلوبمنت كل ابس مفتوح وراح تشوف هذا الشيء. فهون في عندنا عده اشياء شركه اسري راح تعطيكم. اوكي. الديفلوبر سبسكريبشنز مكتوبه عندكم. هلا ان واحد بروح على الديفلوبرز ار جي اي اس بسوي ساين اب للمشروع هذا بكتب في فاوتشر بتكتب اب تو اكشن بصح لك 1000 كريدت تستعمل على الار جي اي اس اون لاين او على الديفلوبرز كريدت بصير ينزل لما ان استعملت الكريدت ل 1000 1000 هذه ال 1000 كريدت تقريبا حقهم 3-4000 دولار هيك شيء. فمعطيكم اياها للديفلوبرز فري حتى يقدر الواحد يسوي ديفلوبمنت للاب تشالنج هون. اوكي. في عندنا مستقبلا ان شاء الله يصير ستارت ابس من هذا المشروع للجي اي اس. واسري عندها ستارت ابس للجي اي اس. خلال السنتين الماضيات تقريبا 700 ستارت اب قدموا لشركه اسري في امريكا ونجحوا انهم يسووا ستارت ابس. اول سنه في اليوزر كونفرنس في سان دييغو كان في تقريبا 40 او 50 ستارت اب للجي اي اس بمساعده اسري. فهذه عماله بتتنقل من امريكا ولاول مره في فلسطين او لاول مره خارج العالم واصلت سيتيلينكس. اوكي. هلا في بس اكمل شيء قبل ما ندخل في التكنيكال. بس بدي اياكم تاخذوا ملاحظات. صار في عندنا قبل شوي مناوشات بين المحاضرين. شو بتعني هذه الي كديفلوبر؟ انبسطت انا ابو سعيد قال لا غير قال هيك بنسوي. شو بيعني هذا الاشي؟ حتى في الابلكيشن تبعي لازم يكون في بوليتكس. ايش يعني؟ لازم يكون في بزنس رول. لازم اعرف انا البزنس رول الحقيقيه في هذيك هذا، مرات هي البزنس رول هو اللي بيحكي ابو السعيد وهو القانون. فبدي اتبع القانون واحطه في برمجتي. مش دائما انه اسوي على خاطري في البرمجه. في بزنس رول لازم اتعلم شو بلديه نابلس بتسوي. وفي مرات البلديات او الكاستمر لما يشوف البزنس رول ويرجع للقانون بغير منهجيه الاستخدام منهجيه التعامل مع هذاك الموضوع. فدائما الاي تي مرات بيمشوا اشياء بدون ما هم يعرفوا. ليش؟ لانه 1 بلس 1 ايكوالز 2 اور 0 1 بتعرفوا المتريكس هذه. فهون مرات بدك تنكش القانون وبدك تطبق القانون في قلب البرنامج تبعك. هذه بنسميها بزنس رولز. وبده الواحد يطبقها في قلب البرمجيات تبعته ولا في نظام. يعني هو بالنهايه بده يكون في نظام. اوكي. خلينا هلا كفانا هون كل في اشياء في عندكم هون عده لينكس بتقدر تساعدكم في السامبلز او في تنزيل المعلومات او في الديفلوبرز استخدموهم. اوكي. هلا خلينا ندخل على التكنيكال بارت. الجواب اسمي كارلوس شناوي. بدي احكي اليوم شغلتين صار.
تفضل لو نستخدم بحكي عن البلاتفورمز بستخدمهم ESRI كيف تطبيقهم اشياء انا بدي احكي شيء اسهل من هيك كثير خلينا تعودنا بالزمانات بشوف جيلي بالجامعات والسكولز وهذا يعني عشان نسوي كود صغير زي هيك اسبوع طالب بنعمل سواء بين اصحاب او مع الاستاذ او مع الدكتور المرشد الاخ اليوم استنى ابوك بدي زرع قال لي ولد جيك 1000 كود جاهز للزرع اللي صار عندهم اليوم مع اسري انه عندهم في اس دي كيز مع اي بي ايز جاهزه فيها كل هاي الشغلات جاهزه بحيث انه ما اضطرش ادور في جوجل على اي شيء صغير عشان تلاقيه موجود تفتح على السريع بس اعرف ايش هو موجود روح عليه get the code and run فالحلو في الموضوع صار انه انت بتفكر فكره معينه مثلا انا بدي اعمل كيف ورجعنا منسخين وشوي في خارطه وعليها هذه القطعه خارطه ات يوصل الماب وكراود سورس الاشياء بس مش كل شيء عشان الوقت انت ممكن تجيب مثلا كود جاهز للخارطه وكود جاهز هاو تو ايديت بوينتس اون ماب هاو تو كويري ماب How and get all that codes in one big app. فبدي احكي بس انا اعطيكم على كيف نسوي هالشغلات، اعطيكم مثال عملي مباشر لايف، لمثال عملي على شيء ووتر كمان، ممكن الفكره اللي طبعا بشكل شفناها اليوم بالدور. طبعا كيف نختار اي بلاتفورم نستعمل؟ طبعا في عندنا ويب جافا سكريبت دوت نت كيو تي عندنا موبايل عندنا اندرويد عندنا اي او اس عندنا ويندوز بلاتفورم كيف نختار نصفي حسب انت ايش تعرف وايش اليوزر ايش بده بس بكل الاحوال الاي بي ايز موجوده سامبلز كلها موجوده في ريفرنسز كامله كل اي بي اي موجود كنت تستعملوه نفس الشكل بالضبط ما في اختلاف بين بعض طبعا صفحه ESRI دروبرز عاملين تقريبا بعض الشغلات يعني بالران تايم اس دي كيز عندنا اندرويد اي او اس جافا للماك او اس دوت نت كيو تي الفورمز جافا سكريبت فليكس اشياء ثانيه كثير طبعا كله موجود على موقع ديفلوبرز دوت ارشيفز دوت كوم هذا فري تفوت عليه سواء ساين ان او بدون ساين ان ريسيرش او بدون مشتركه بدي احكي اليوم عن شغلتين بدي احكي بشكل عام عن جافا سكريبت لانه اسهل للديمونستريشن لانه الموبايلز بالذات حتى على الفيرتشوال ايميليترز ما ينفعش يكون هيك الا انستليشن مسموح تنسخ على الايميليتر فبدي احكي عن شغلتين سريعات جافا سكريبت هاو وير اند وات تو جيت فروم سامبلز وبرضه حكي كمان عن اندرويد شغله صغيره اتوقع الكل بده اندرويد مش بجافا سكريبت طبعاً ESRI عملنا API كامل مع جايد مع مانيوالز مع تيتوريالز مع سامبلز كل شيء محتاج تسويه تعمله موجود على الموقع هذا طبعاً إذا نلاحظ هون في جايد كامل في ريفرنس كامل في سامبل كود في كمان فورم إذا حاب تشارك تسأل تجاوب تقدم حلول تدور على حلول كمان يعني كل شيء بدي مثلا اورجيك مثال صغير سريع على الموضوع هون في عندنا خارطه انتراكتف حتى مصور يتعرف معي بشكل بسيط جدا 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 لو جينا على الاي بي اي هاو تو كونكت ذيس اي بي اي هاي الاي بي اي ايش في الاي بي اي لا ورجيه هاي الاي بي اي طبعا شغلتين بدك اياهم بدك الستايل شيت اللي هو ديزاين البرنامج تبعك ازرار تابس اذا في اكورديون اذا في عندك
ايش بك يا بجوال تحكي فيه بالسي اس اس حسب كارفو اللي بعرف طبعا برمجه. الحلو في الموضوع طبعا اللي بعرف برمجه طبعا جافا سكريبت عشان نفذ وجافا سكريبت هون واتسال الشباب حلو طبعا الكود بس هيك يعني عندك انت فعليا يعني تجيب اي HTML page فاضيه حط فيها الكود هذا تحت تحت فوق الوادي يعني بالهيد تبعها بعطيه خارطة عبور هم بجيب سامبل كيف سمول سامبل طبعا اوكي خلينا get started اوكي اوكي لاحظ هون احنا عندنا تقريبا كل شيء بنسميه how to build an application طبعا عندنا tutorials عندنا examples عندنا طبعا latest updates API latest حاليا هو 3.15 وكمان up next is 4 مع 3 طبعا هيكون هون عندنا samples تقدر تشوف فيها الحلو في الاسري انه عاملين sandbox جاهز كيف الجي اس فيدر والجي اس بن بيعرفوه طبعا بتقدر تشوف السامبل هذا اوكي عشان صفحه صغيره مش مشكله whatever اوكي هذا طبعا لايف شغال هذه خارطه تقدر اكتب هون اوكي هون عندنا فعليا HTML يعني من هون لهون هذا هيدنج ماش نص فيه اصلا ضفنا هون شيء واحد بس اللي هي ستايل هي سي اس اس بنيها الستايل تاع الاي بي اي هون عادي ستايلنج ماش نضغط فيه من مره كل اللي استعملناه هو بس اللي هو هون صورت شو فيها طبعا خلاص انتر اكتف مش محصول كل استعملناه هي بالضبط بس هون الاي بي اي مربوط من فوق ناديناه من هون فانكشن ماب ناديناها شغلناها وقلنا له هي الماب لها بارامترز وميثودز واشياء لكيف انا بدي اعرف ايش هاي الشغلات اللي اجيبها سهل جدا في شيء اسمه API reference اوكي احنا قلنا هون نادينا شيء اسمه ESRI map ESRI map يعني map تحت ESRI وبالتالي بالreference حيكون في شيء اسمه ESRI وجوه الESRI هون حيكون في شيء اسمه map هاي الماب فالماب شو بلزمها؟ بلزمها require نادي الماب من API طبعا وفانكشن عشان تناديها على فرض نستعمل شغله ثانيه غير الماب نستعمل مثلا نسوي كويري على الماب ماشي فاين اي شيء نسوي اي شيء على الماب موجود هون هاو تو ستايل ذا ماب طبعا هذه عندك الايفنتس عندك الميثودز عندك الستايلينج عندك بروبرتيز فور اكزامبل هون في فيد اون زوم هي بتسوي زومينج سو فيدنج اوت وفيدنج ان كثير بستعمل هاي بتنزل تحت 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 على الميثودز اوكي الميثودز بعرف طبعا يعني في اشياء ميثودز جاهزه يعني الخارطه شغاله عندي بدي انهيها اقتلها ديستروي عشان تجيب غيرها راح عنها خلاص ما بديش المره ما ابعث خارطه في ميثودز جاهزه ديستروي ستارت اب كود كويري زوم اللي بده يسوي زومينج جيت اكستنت اللي هي جيت اكس واي لوكيشنز على الماب جيت زوم بان الى اخره صفحه كثير طويله فيك تشوفوها هذه اول الماب استغرق في كمان 50000 شغله كمان الايفنتس ايفنتس على الماب نفسها كمان موجود كمان فيك تسوي اون كليك ايفنت هاندلرز اون كليك ولا كويري ولا ايدنتيفاي بوينت
الاخ او دبليو ليف طبعا او كانس دراجنج او كانس زومينج او اهم من هيك طبعا في تسوي اد لاير اد ماب ماب عندي بيس ماب صوره جويه بتسوي شوارع مثلا فوق الخارطه بتسوي اد لاير طبعا جاهزه كمان اوكي بفكر احسن شيء اعطيكم مثال عملي واقع جدا للموضوع طول النهار سمعنا مشاكل المي عندهم فلان بيحكي عن فواتير فلان بيحكي عن مصاري فلان بيحكي عن فلان مش دافع في اشياء اهم نفكر فيها بجوز انا كشخص مثلا ممكن افكر فكره ثانيه افكر مثلا انه بربيج المي الموصل من عند الجيران عندي على البيت مفصول طب ماشي نجا تعيين الصيانه صلح المشكله بس في الساعتين تصليح قطع مية عنه وعنه 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 وعني كمان تشغلها ففي حلول نحطها نسويها مثلا في مثال عندنا هون شغال طبعا لايف ورجيك يا بشر هلا مع تريسنج مع حسابات بس تشتغل سيفتح هذا لايف سامبل طبعا على المية في حال عندك فلودينج مثلا عندك مصدر فاجر محلات انت صلحها ولا اسكر شو بلزمني اسكر مين حيتاذى الكلاينتس الكاستمرز تبعون الميه سويت اعطيني 13 شوي بس ممكن مثلا كمان بدي اعكس اتجاه المي كيف اسوي ممكن فلان مش دافع فاتوره قطع مي عنده لحاله مش مع غيره بس اسمع عن الضاره شيء بتسع المي بسوي شيء يعني كبسه زر بتصير خير افتح لحاله خلص هاي طبعا هذول اللي شايفينهم قدامنا خطوط الزرق وخطوط المي طبعا كيف بدي اعرف هون في عندنا ليجند ايش على الخارطه موجود شوف ايش هو بالضبط ففرضا هي المين مصير المي بالسيات هاي مثلا هايدرنت ايزوليتد مثلا عندنا مثلا عندنا مشكلة في خط معين تسكر أو حسب شو مثلا في كريتيكال في ميجر في مودريت في ماينر في كوزمتيك مثلا عندنا خربت صورة معينة من المواسير كيف بدي أعرف وين هي؟ كيف بدي أعالجها؟ كيف حتأثر فيها؟ لو جيت مثلا كيف بالضبط ممكن نسوي هلا؟ بس لأنه صغيرة الشاشة لحقنا أوكي طبعا فيك تضيف لاير بدك اياه فيك تطفي كلاينتس فيك تطفي نفس المين تاع الماب تبع الووتر anyway بدي اسوي زوم شويه صغيره على اساس تشوف ميني كلاينتس نشوف الفالز اوكي اجوا كيف بتعرف طبعا ايش هدول طلعات من الليجند فيك تشوفهم هدول طبعا هدول صمامات هدول هايدرنت فالف الصمامات ماشي هلا بدي اعتبر مثلا عندي مشكله هون اوكي
بدي اعمل كمان زوم انا عشان اشوف الكلاينتس كمان. اوكي طبعا ام هذه المشتركين بالخدمه طبعا بدي اقطع ساعات المي بدي اقطع مثلا انا من هون مثلا لهون شو اللي بدي اقطع فيها؟ افرض انه هون في خراب بالوسيط بالعداد اوكي في عندنا هون فيك تسوي فلاج تقطعها من هون لهون فيك تسوي فلاج اللي هي اتجاه المي ورايحين هذا اول شيء اتجاه مثلا من هون لهناك وبدي اقطعها هاي باريرز بدي اقطع انا هون اوكي فبدي اقطع فعليا من الخضره للحمراء بصور انا هلا اوكي بس لاحظنا هون خليني ازيح بس هاي شوي زي هيك مسكرها مش مشكله حسكرنا من هون لهون لحد اثر كل هدول كيف حيتاثروا؟ خليني ارجع لهم بالتحديد واحد واحد يعني احنا عندنا هون هاي الاوتبوت عندنا الفالز يتأثر 17 واحد الهايدرنز المضافي 7 و 58 ساعة مية كاستمر حيتأثر هم موجودين قدامي إذا أنا مش شايفهم بشوفهم صور بفتح عليهم مين هاد؟ هيوتو مين هاد؟ هيوتو عفرض هي كمان زوم عشان نشوف الكلاينتس هاد شو مثلا مين هاد؟ مش طالع مش بدي اشوفه مش عارف هي ضار مثلا هاي هاي شيء طبعا فيك تشوف الكلاينت تبص عليه تشوف مين هو رقمه امتى تبع عدد المي تبعه ايش عليه ديون ايش عليه كذا الاخ تفصيل كامل داتا بيس كامل بتكون طبعا تعرف الكلاينت نفسه الكاستمر الشغال هل هو مثلا تأثر بالمي انقطاع المي او ما تأثرش بتشوف او بتحدد انه اقطع المحبس او الحنفية الصفور قبله ولا بعده مين حيتأثر ممكن انا اسوي بس الشخص هذا اقطع قناتي مش 50 واحد اقطع 10 هالساعة ساعتين زمان مش ماله لا 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 على 5 افرض ان هون تضفق مي مثلا جاي من هون وفي فلوتنج زايد فلوتنج هاي بالذات السيستم لحاله بيعرف قديش كميه الاكواب الداخل من هون وكم وزع من هون لهون قديش بالضبط داخل قديش طالع نعم بالضبط فكمان ممكن نحسب كمان انه في بعد النقطة هاي مثلا 10 من 10 كلاينتس ممكن نعرف انه هذا الشخص كان بيستخدم الشهر اعطيه عقده مثلا سكر كل اسبوع مثلا عقده انت بتحاول انت كمية بتحدد هاي الحارة بالذات بتاخذ مثلا كذا بالشهر هاي الحارة كذا فتخفف الضغط عليك وتوزع غيرك كمان في مناطق فيها اسكانات مناطق فيها ضرب طريق وضرب طول
أسكر هذا سكر مرة هون ده عمل كم مرة عملناه من ها أوكي بدي أروح له هاي ما في عنا input في عنا output في عنا بدخيل بختار شو أسوي في عنا output results queries analysis في عنا أربعة فالس هيوتهم هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي أربعة باك في عنا هايدرت طفيات ثلاث وكاستمرز عشرة أبدي واحد فيهم مثلا برضو مش طالع ليش فيهم لا اللي بتأثر بطريقة ضوئية حمراء ما متأثر هذا كلاينت ماشي الحال أول شوية بس متأثر بضوء أحمر يعني هذا مثلاً هذا كلاينت أوكي هذا كلاينت ما تأثر فعلياً اللي بتأثر بطريقة دائرة حمراء وهذا الشخص خدمة رقمها كذا 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 هذا أصيله بعد طبيعية طبعاً بس لما يتأثر أعطيك تفصيل تاني كم ما يدخل له كم طلع مية من عنده كل هالشغلات طيب مش كثير واضح المثال طيب عرفش ليش أقول له هاي الفكرة موجودة طبعاً هون شو استعملنا استعملنا طبعاً ماب استعملنا هون ليجند ويدجت لهذه أرجوك إياها Legend, widget, استعملنا layer, layer of content, استعملنا هون في ال home, go back home, استعملنا ال get current location, هنا هلا هون. احنا على الخارطة حاليا هنا هون بالضبط. هاي الجامعة احنا هون بالضبط. ممكن يكون زي شوية صغيرة على الإنترنت لكن إحنا هون. Let's go back home. واستعملنا كمان الأنالست مع السبيشال نتوركينج كمان. فهذا المثال فعلياً استخدم حوالي بجوز 218 تقريباً ميثود من API. هذا كانت عن جافا سكريبت اوكي بتحكي شوي عن الاندرويد يعني بالنسبه للجافا سكريبت اسهل شغله كله محل واحد في التوتوريالز والجايد كله مكان واحد لكن الاندرويد غير كل بعرف الاندرويد تضطر تستعمل موبايل او فيرتشوال ماشين او ايميليتر يعني الموضوع شويه كومبليكيتد بس بشكل عام نفس الشيء عن شغل الجافا سكريبت وذا بلاتفورم طبعاً جزء من سنتين تقريباً الكل كان يستعمل برنامج كليبس يتعرفوه هلا من تقريباً 20 شهر إسري بالذات طلبت نحول من كليبس لأندرويد ستوديو نزل نستعمل نزل API كامل ونشطه على البرنامج من غلبة هلا صفحة شو عنا سنستعمل كريدل مع أندرويد ستوديو صرنا نطلب بس شيء واحد نربط ميفن وهذا صفى عنا إسري في البرنامج تبعنا صفى أزعم برنامج أندرويد هيك مع ماب نفس الشيء طبعا إسري عملنا ريفرنس كامل للـ API للـ JavaScript طبعا في تول كيت ريفرنس كامل نفس الشيء في فورم تسأل تجاوب
والهم طبعا بالنسبه لي اللي هو السامبل كود. طبعا ايش اللي حاطين على جيت هاب؟ حاطين وان بروجكت كامل في جواته بجوز 40 50 سامبل. مثلا analysis, clouding, identify, pop-up, information, editing, crowdsourcing, offline data, navigation, routing, so routing, so GPS, searching, for example, واحد أنا معي موبايل بدي find the nearest pizza restaurant أو nearest coffee أو nearest police office. حط سيرتش بجيك كل حواليك كمان جاهز وفيه مثال جاهز هبرج كمان زيه. اوكي هلا كل هالشغلات موجودة على جيت هاب. حطيت one big project في جواته كل هالشغلات في تخطي الكود واحد واحد طبعا very simple. طبعا هي github.com/history فيها كل هالشغلات هاي فيها الفورم فيها كل شيء. هون حاطين كل البرامج تبعت او السامبلز بيس ماب ادبت اديتر فور اكزامبل هالي وورد هي سنجل ماب هي بس برنامج في خط اظن حاله السامبل عندي هون شغال امرجو فيها. عليه خارطة بس خارطة طبعا انتراكتف بس مش رايح على البروجيكتر عشان الميليت بطلع من الجهاز مش عم بطلع بطلع ابيض هناك. anyway ففكرة الموضوع يا شباب انه هذا الموضوع بشكل سريع كل الموضوع انك تجيب فكرة تفيد تحل تطورها تطبقها تفكر فيها مزبوط يعني ابدع فيها. get the samples we have like thousands of samples online. جيب السامبلز خذ الكود تبعك سو one big sample and that's all. يعني كله في كله open source واحنا طبعا كراعي صالح مستعدين لاجابه اي سؤال ناحية development طبعا فتبعتوا على ESRI@gse.bs اي سؤال بدكم اياه اي استفسار حتى لو كود ما عندنا مشكله لا اي بدكم اياه اي بلاتفورم بدكم اياه. اتوقع اول سؤال جاوب عليه حضرتك. اوكي. اول شيء جوجل مابس ار جينيريك يعني عام. هلا جوجل مابس يمكن احكي شوي بالانجليزي. جوجل مابس today their engine has been changed from Google engine to ESRI. Within a year, you will be working with ESRI and ESRI development on Google Maps.
This is a new thing, an agreement between the two big companies to have the engine of the Google Maps, because Google is not able to run the maps as good as ESRI. And ESRI is going to give all these developments within the Google engine. So you would, so if you are a Google developer, it's a good idea to also learn on ESRI development, so that in, within the next year you will see this change being taken into place. So why do I need to use ESRI then? If Google is using this data, or it doesn't use Google, that's it? No. Now, Google Maps. Okay. What are Google Maps? I said generic. Ishani generic. Am. If you go into our area, unfortunately, they are using here, pair of here maps, here maps, Nokia maps. They have bought maps from Israel, and they do not convey the Palestinian. Unfortunately, they do not convey anything about Palestinians. If you zoom in the Google Maps, you might see, you might not see the word Nablus. You might see it Shkir. Okay, there is shifting also in the map. But so these are private vendors. Google is a private vendor making a lot of money, but they decide where to buy their data from. Till now, they haven't bought it from us. We have very good data of Palestine. Okay, next question. Why not use Google Maps? Because I do have better maps of Nablus municipality than anybody else. So why do I need Google? I need here, I need the QQuest, I need whatever maps. I have my own maps, I want to use in-premise maps, which I have produced, and it costed me a lot of money. Now, the USA, through CHF, through the global communities, this year put about $70,000 for making a map for Nablus municipality. Do I need Google? I don't need Google. I need more accurate maps. Google's accuracy is 2 meters or sometimes 10 meters. Whereas the, Google, the maps which we produce here in the Palestinian region by aerial photography, it's 10 centimeters accuracy. So I think it's obvious why we use our own maps, because it suits our work in Nablus municipality. Now, as for the example you're asking, it's all on the internet. We have nothing. It's all on the internet. You can use it. You can see the source code. You can see everything. بس طريقة صغيرة على السؤال الأولاني مع جوجل. هلا أنت على جوجل عمل سيرش عن مجال ذكية؟ أوكي شكرا. هذا واحد. ESRI system is not just only about maps, and يعني هم بيحكوا عن technology or solution the water utility, which is not available also. يعني Google mostly they give you a cartographic يعني APIs to manage maps, but in reality to have really GIS. The GIS functionality is with ESRI maps, with ESRI. You see the API. Google will not give you all the APIs, you know, messages. This is given, the APIs are given by this company. It's a private company. It's a big private company owned by one person, or two persons, and his wife, Jack Benjamin and his wife. It's still private. But it's 49th biggest software company in the world. They're giving you free of charge their APIs to develop on it and produce apps, produce mobile, desktop, mobile or web apps. Doesn't matter. On your own data. Google does not give you to develop on your own data. Here we are giving you to develop on your data, and we are giving you source controls here to use it. Now, how good are you in using it? This goes back to you and to us. You know, and this is our
So smart, it's we're giving you a tool for smart solutions. A tool for smart solutions. And this you can use, I hope. كثير شغله مهمه لك يا استاذ. سالت انه هاي اللايرز وهذا اللي شفناه من جاي اوكي ماشي الحال. هلا داتابيس اذا فيها مثلا عدد الكلاينتس او الكاستمرز او ساعات المويه وعندنا عارفين في عدد الفيلدز في قديش نفق المي داخل منطقه اي تو بي وعارفين انه في عندنا 20 بيت بين اي وبي عارفين انه ال بي فيها تفرع سي دي فيها 20 بيت على الشمال و50 على اليمين وعارفين استهلاك رقم البيت رقم 1 2 3 20 انه هذا استهلاكه كذا هذا كذا هذا كذا فينا نحسب قديش استهلاك الفرع المي هذا كلياته رايح من هون لكل هذول الجماعه مضبوط حطها على جهه نفس الشيء الجهه الثانيه غيره كمان لو عندنا كمان حاطين داتا بيس كل هاي النقاط بين A و B حكينا لهم محابس في كل مكان وعارفين انه كل نقطة لها سنسر انها شغالة عليها باينري زيرو وان شغالة او مش شغالة عارفين يعني هذا فيك تسوي داتا بيس تعمل ويب سيرفيس جاهزة جي اي اس فيري سمبل بيس اوف كيك تعمل سيرفيس نفس سيرفيس زي شفتها عن اسري في كل حكي لها بالضبط بحيث انه تعرف انه هذا البيت كم باخذ مي في حال انه طفت هذه السنسر اللي هي على الفالف شو حيصير بحيطة مي عنه الى اخر الاخر مش سهل مش صعب الموضوع سهل جدا لكن الامكانيات اتوقع هي تكون بدايه الموضوع مش نهايه يعني انت تشتغل عليها سهل بس تحضرها صف شوي عندهم مش عندك فاهم كيف الداتا بيز نفسها أنا هلا راح أعرض إشي بكمل من اللي عرضه كارلوس بخص الإكزامبل لكيف ممكن الموبايل أب يشتغل مع السيرفيسز اللي تكون موجودة من الـ APIs تبعات إزري اللي بتخص إنه مثلا أجتنا مكالمات من الناس مقطوعة المي هون وهون وهون وين نلاقي الأشياء هلا اللي بحرضه أنا في إشي مش موجود ممكن في بلادنا لحد الآن اللي هو توبين بس يعني ستيل ذا سيم اوكي اللي بعرضه هلا هون انا انه في البلديه بدهم يعملوا اوبريشن في البايب اللي شايفينه هون في البنايه هاي اللي بوصل البنايه هاي من احد المحلات هلا البلديه عرفت الكود تبع البايب بدهم يعرفوا وين الطرف اللي بقلب البنايه حتى اللي will be out of service so they will inform people that their building will be out of service which specific room inside the building will be out of service. It's similar, يعني للإشي اللي بيصير فإنه بيأثر because it is the city or the building information is and utility network is in the city database, but information about the inside of building is in other database which has privacy, so they do not want to share it always. They just temporarily share it. And now, based on this, they do the tracing function Carlos was presenting, and they determine the spaces inside the building that would be out of service based on this operation in the pipe. And now they just select the function, find all these connected terminals, and now they will know the rooms inside the building that will be out of service. For example, this university, the water coming from the visibility to the campus from more than one place. You see the two rooms highlighted in red, which will be out of service. Now, another thing that would be useful, for example, more than one person saying, okay, we have leakage of water. And now the information is goes to the server directly. And they need to know where's the shutoff, where's the place in the network to close it in order to start the maintenance. So they just provide the information and then they need to know where is the shutoff exactly and then within the network. Another example, for example, more than one big person claiming they don't have water in their tanks, water tanks inside the rooms. And so they want to know what element in the network mostly caused the problem. So they just define it in the system. For example, this will be a phone call from many people in the city saying we don't have water.
and we want to know where is the problem, where is the break in the network. So they just give it to the network and they say find ancestors element, and then the system, the APIs of ESRI, will directly highlight the element in the network that's now causing the problem in the network. So this is a live example of how the APIs, this is from older version of ArcGIS some years ago, but now it's much more advanced. And so it's showing in live how we can use the APIs for other application, which is inside the building, but still we're using the utility network, the graph structure, the geometric network, which is offered by ArcGIS server, and now ArcGIS online. Yeah, thank you. This is a live example which Dr. Rehab has produced a few years ago, and you can produce the same. Now, there is also a new API, which is what we were talking about was API 2D. ESRI is producing API 2D and 3D, it's in beta version. So we have, you can use Yanni 3D. I can see some 3D in Ehab's, Dr. Ehab's this, but it will be much better than what he has because it's a new API based on City Engine and other new. No, yes. No, but 3D, you will be talking 3D. He has some 3D, but there is better 3D than the time you were developing. Okay, so. In conclusion, look, we need, our solution needs to be interactive mapping. And I stress on interactive mapping. Like you saw, interactive. In Dr. Ehab's solution is interactive. In the solution, the samples, in our maps, palmap.org, it's all interactive. We don't want you to develop on Oracle, for example, and say, this is a PDF map. This is not an interactive mapping. Some people do that. For example, they do all their development on a non-GIS development. It's what we wanted is interactive mapping, whatever you use, and not dead maps, interactive maps. Please remember this. It's an app for help. The apps could be on different platforms. It could be application of a desktop, which might be hard for most of you, but web applications on the server, which we will provide the server for you to test, or mobile. You can do web or mobile and desktop. These three, you are welcome. It's open, but on the same three themes which you saw this morning. Okay, and they are written in the paper I gave you. Okay, another thing which I want to reiterate is you have more than one or two consultants that can help you out. You saw them on the panels today. Sayyid Abu Sa'id, and Dr. Ehab, Bitkut Sa'id, Naim, Muslim, Mahandas Naim, and Kul Baladiyya, 4-5 Ashkas Kul Baladiyya. اللي حكى محمود مهندس محمود عن اشياء كثير حكى مهمه ايش تقدر تاخذه من الابس وايش تطلع من الابس وكيف هو بده كثير بالكم هيز اي تي مانجر هيز ا كي بيرسون بدكم كمان تقولوا لانه بدون موافقته كيف بدها تدخل الاب عنده اشرح له هيز ا كي بيرسون ذيز ار كي بيرسونز نحن كمان الاي سي ام اي يعني اتس مور ذان وان بيرسون احكوا معنا والكل مستعد يساعد وجود لك شكرا كثير بالنهايه بحب اشكر جميع المتحدثين على كل المداخلات اللي قدموها البرزنتيشن اللي قدموها وبشكر جميع الحضور بالنهايه ننهي ورشه العمل بكلمه ختاميه من السيد أليكس كلير مدير مكتب الديمقراطية والحكم الرشيد في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لـUSAID.
First of all, I should ask, does everyone speak English? It seems. Yeah. Okay. All right. We went over into English there. So. Okay. So Reem was going to translate for me, but that's not necessary, I guess. So first of all, thank you very much for allowing us to be here today with you. Colleagues from the Nablus municipality, professors here, the panelists, and the ICMA representatives, and the students, and the IT technology people. It's an amazing unification here of all kinds of different talents coming together. And it's really impressive. We try to use, throughout USAID, we try to tap into new technologies and new ways of thinking in order to solve problems that have bedeviled us, frankly, in many parts of the world. I've had a chance to talk before about some of the unique challenges that are here in the Palestinian territories in terms of water collection. But these are issues, collecting funds for the water usage. But these are issues that, of course, affect many communities around the world. So it's really exciting that you all have come together here today and committed yourselves to finding new innovative solutions to try to solve these problems. So most importantly, I want to thank you for the efforts that you're doing. And it's a great pleasure to launch this initiative here in Nablus. You know, this is the first of this kind, not just in the Palestinian territories. It's around the world, the first type of initiative along these lines to try to solve this particular question. And special thanks to ICMA to be setting this up and giving us this opportunity. And it's also a great pleasure to be here in Nablus, because we've had the USAID and Nablus municipality have had a long-term partnership that goes back many years. In just the last few years, we've put in around $24 million worth of programming to help with basic infrastructure, including water systems and other areas here. And so we really want to continue our partnership with the Nablus municipality going forward. So I wish you all the very best of luck in the next phase of this project and look forward to some great solutions going forward. Thank you. Shukran. شكرا كثيرا للجميع، يعطيكم العافية.